أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذن الأرقام، وإذا ما قدرتوا تحصلون على أي رقم من الأرقام أو لأي سبب إن كان، أكو الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب، تقدرون تدزلنا رسالة. أتمنى تكون الرسالة متبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة ونعرف اللي دازلنا الرسالة منو ومن وين جتنا هاي الرسالة. وأعتذر ما أقدر أظهر أي صورة على رقم الواتساب، أي مكالمة ما أقدر أستقبل، أي رسالة صوتية ما حد راح يقدر يسمعها. فأتمنى تكون الرسالة مكتوبة ومتبوعة بالمكان. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم، وأول ملف ويانا ملف التعليم بالعراق. هذا الملف الشائك المصيري المهم اللي من المفترض أنه أي حكومة بالعالم من أولوياتها أنه ترفع مستوى التعليم بالبلاد، بس عندنا العكس ما شاء الله. فتح التحاق الطلاب بمدارسهم ومباشرتهم دوامهم الرسمي الباب، حكي عن نقص أعداد المدرسين والمعلمين، الحكي عن نقص المستلزمات المدرسية والكتب، بظل حاجة البلاد إلى تقريباً 90,000 مدرس ومعلم موزعين بين رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وفقاً لوزارة التخطيط، البلاد تسجل نقص بالملاكات التربوية على الرغم من التعيينات اللي أطلقها مجلس الخدمة الاتحادي للمحاضرين المجانيين بآلاف الدرجات الوظيفية ومختلف التخصصات هذا العام، خصوصا بالمناطق الريفية والنائية. ووصل الحال ببعض المدارس أنه تسد أبوابها بسبب عدم وجود طواقم تعليمية. هذا اللي صار بالمثنى لما الأهالي اكتشفوا أن المدرسة ما بيها كادر تعليمي متكامل، فاضطروا أن يغلقون مدرستهم الابتدائية. خلونا نشوف. إغلاق مدرسة المشكات بسبب النقص الحاصل في الكادر التدريسي من قبل أهالي وذوي الطلاب. نطالب مدير التربية المثنى والمحافظ المثنى المحترم بإعادة النظر في توزيع الكوادر الجديدة، مما خلق نقص واضح في الكوادر التدريسية، وتم إغلاق الباب ومنع الكادر والطلاب من الدخول المدرسة من قبل ذوي الطلاب. سؤال الكادر التدريسي تماما الحكم، نطالب مدير التربية بالدخل العاجل. ما يصير الكادر ما يقدر يسوي، اذا ما في كتب ما في فايده، يعني خمسه بالرحله، يعني خمس طلاب برحله واحده، الصف يحتوي على 74 طالب، يعني شو الفايده؟ ليش يدخلون؟ ما في فايده، شو الفايده؟ السلام عليكم. شوف احنا احد ذوي الطلاب محافظه المثنى، اول شيء يعني عندنا كل صف هسه فيه 75 طالب، كادر تعليمه ماكو، تلفونات ماكو، اختناق بالمدرسه، يعني معلمين عندنا خمس معلمين ماضي سته، يعني ما يلحقون. وزاره التربيه تستقبل بكل سنه 1.5 مليون تلميذ وطفل بالابتدائيه، وهذا اكو من المفترض بعض الاختصاصات النادره اللي تعاني التربيه من قله المدرسين بها، مثل الرياضيات والانجليزي والفيزياء والتربيه الفنيه والرياضه او التربيه البدنيه. مصادر تربوية أكدت الحاجة لعدد من التخصصات، من بينها النقص الحاد بموظفي الخدمة وحاجة البلاد إلى 3,000 موظف خدمة بالمدارس. المصادر توضح أكو 25,000 مدرسة، كل مدرسة منها تحتاج إلى ما بين 15 إلى 20 معلم أو مدرس، إضافة إلى الحاجة ما يقارب إلى 15,000 مدرسة على المدى البعيد. هذا فكروا بي إذا بنت هذني المدارس شقد راح تحتاج من معلمين ومدرسين في إذا ما أنجزت، وشقد تحتاج طواقم تعليمية وخدمة. بذي قار ما يختلف الحال عن المثنى، تعاني العديد من المدارس من نقص بملاكاتها التربوية. ناشط هناك من قضاء النصر يسلط لنا الضوء على الموضوع ويشوفكم سوء توزيع الملاكات التعليمية بالمدارس من أمام إحدى المدارس. خلونا نشوف. بالطعشات مدرسة نور الدين للبنات 500 طالبة، 500 شعدهم كم معلمة؟ 9 معلمات، 9، واليوم ناقلين مدرسة أساسية. تجي المدارس الثانية، هاي مدرسة بالمناع شبيها كم معلمة؟ 80،
80 بيها 150 طالبة بيها 80 مدرسة. هاي 500 طالبة بيها 9 معلمات. ناشدنا يونس مدير التربية قلنا له تعال للنصر التدريس بالنصر بالحكومة صفر ما أجي. ناشدنا مدير تربية الرفاعي ما أجي. ناشدنا وزير التربية اللي بس حضرته يزرع شعر اجانا اقرع يريد يخضر شعره. وهاي اجيال اتدمرت اجيال صفر. الله وكيلك يطب للمدرسه ويطلع ماكو لا كتب لا معلمات لا مدرسات كل شيء ماكو. يجي ويروح اطرش بالزفه. هاي اجيال من طلاب من الاطفال اتدمرت بالكامل بزود حكومه الاطار بزود وزير التربيه بزود مدير تربيه الذقار. التدري انا بالنسبه لي قسما برب الكعبه ذولا اخي هم ولدي واحد بالثاني متوسط وواحد بالثالث بطلتهم احترمت نفسي وبطلتهم لان ماكو شريف خايف على هذا البلد وعنده حرص على بلده يستجيب للمناشدات مال وزاره التربيه. مدرسه بها 150 طالبه إذا نحكي بالأمور الطبيعية والصحيحة لما يكون التعليم محترم والبلد يحترم التعليم بكل صف 30 طالبة 5 رحلات كل رحلة 2 10 ب 10 ب 10 30 طالبة يعني 5 صفوف إذا عرفنا أنه الجدول الدراسي ب 6 دروس يعني 6 يكفون 6 معلمين يكفون بس يتداورون بين الصفوف بين درس أول ثاني ثالث رابع خامس سادس ويا مدير ويا معاون ويا مشرف ويا عمي روح 12 معلم حتى واحد خاف تمرض كافي 150 خمس صفوف عندهم 80 معلم شنو المعلم يداوم يوم ويقعد اسبوعين بالبيت ومدرسة بها 500 يعني تقريبا 15 إلى 16 صف إذا الأمور طبيعية بها 9 معلمين شنو المعلم يطب الصف ويخلي سماعة ومايك وينزلها السماعة بالصف الثاني ويشرح هنا وذولا يسمعون لو على الشباب يوقفون مستمعين هذا التوزيع من المسؤول عليه وليش المدرسة اللي بيها 150 طالبة بيها 80 معلمة وليش المدرسة اللي بيها 500 بيها 9 معلمات هذا التساؤل لازم تجي أجوبة عليه. الناس لما شافت هالفيديوهات علقت على هذا الموضوع وأول تعليق موجود يانا من سيد حسام الياسري مقصود الشغلة بسبب المتنفذين اللي بالأحزاب اللي عندهم مدارس أهلية. علي آل جلال الملحاني زين عندكم 9 مدرسة سعيد بن جبير بالشطرة بس 3 والحد هسه احنا بدون تدريس روح ونرجع ماكو مدرسين صلوات. محمد صبيح تربية ذيقار من أفشل المؤسسات الحكومية. أبو حيدر هاي سالفة بكل الأقضية ونواحي ذيقار ودليل مدير التربية لا يصلح أن يكون في هذا المكان. فكانت هاي التعليقات على هاي القضية وعندنا اتصال من بغداد. حسام حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ وياك وكيل بألغاز جوالين كرخ بغداد. وكيل غاز الجوالين نعم. أستاذ يعني عندنا مشكلة فقرة 17 هي الضريبة. زين. أستاذ العزيز أنا أثر رجعي سووا علينا ضرائب وزارة النفط. زين. إحنا كنا ما مشمولين بهذا الموضوع. يعني إحنا هسه السيارة مال الحمل لما واحد يحمل مي أو يحمل رمل أو يحمل اسمنت أو يحمل أي مواد مخضر هل معقولة الدولة تاخذ من الزوجة ضريبة عليه؟ زين ضريبه ما شنو حطوا عليكم استاذ ياخذون كتبوا لنا كتاب وكتاب موجود عندنا احنا حاليا زين كتاب ضريبه ان حصه من وزاره النفط 500 دينار ارباح للصوانه مال الغاز زين 500 دينار وزاره النفط قصتها علينا يقولون ما هذا الشيء قلنا لهم هذا كتاب رسمي عندنا احنا واحنا حقوقنا وداعينا وطلعنا مناشدات وطلعنا باب دائره مال الجيلاني سوينا مظاهرات واعتصامات ووقفنا المعامل ما جهزت تقريب الدولة خسرت بيوم واحد فوق 3 مليارات
يعني افتهم من عندك اخ حسام، انت قنينة الغاز تاخذها من الوزاره تبيعها بالسعر اللي تفرضه عليك الوزاره، والارباح مالتك المفروض توصلك ايش قد بعد قناني غاز، تروح تقول لهم انا بعت 10 يعطوك 5000 صح؟ استاذ العزيز احنا الوكاله مالتنا نقول فرضا 50 الصوانه، 50 الصوانه ربحنا من الدوله، المفروض الدوله تعطينا عندنا تعطينا 25000 دينار على 50 الصوانه. زين فرضا حملت 100 الصوانه، اي 100 الصوانه على 500 قد يصير 100000 دينار. 100000 دينار نعم. يا استاذ احنا الدوله ايش قاعد بدنا بال 500 دينار؟ هذا الكتاب نزل جديد 230 تروح للضريبه و270 دينار للوكيل حصه. زين احنا لا حصلنا ال 230 ولا حصلنا ال 270. نعم فرضوا علينا الضريبه اجبار. وهذا الشيء وهذا الشيخ اخ حسام بكتب رسميه. نعم استاذ كتب موجوده كلها عندنا، هذا الشيء كله كتب موجوده دناتشيك وثائق ما دناتشي يعني نقول. طيب اخ حسام راح اطلب منك طلب، انت اذا تشوفني هسه على الشاشه قدامك. لا اشوفك ما اقدر عليك التلفزيون ما طلعت الدنيا. حاول بس يعني على الانترنت تكتب او تحصل رقم نافذه انت ترى، ودزلنا ذني الكتب ودزلنا كل شيء انت متعلق بهاي القضيه وفيديوهات اذا تقدر تصورها على رقم الواتساب مال نافذه انت ترى موجوده وان شاء الله نطلع لك اياها تدلل. استاذ العزيز احنا اكثر مره غابنا انت مدير عام مال وزاره النفط استاذ طالب وما سوينا حل، احنا نطلب من عندك ومن الله ومن قناتكم الشريفه ان شاء الله وما تقصرون نسوي مقابله ويا رئيس الوزراء او وزير النفط، لان احنا تعرف شنو ناس يعني مظلومين، عندنا مظلوميه، احنا جوالين غاز ناخذ الاسطوانه من الدوله ب 5000 دينار ويا الكراميات نعطيه للجاره للمعمل للموظف تقريبا يصير علينا ب 5.25 وزياده ربع ضريبه وهم فارضين علينا نبيع الاسطوانه. اخ حسام انت طلب الطلب وعلى عيني وراسي، بس المشكله راح اعتذر منك لانه لا وزير النفط ولا رئيس الوزراء راح يقبل يجي بالرافديه مو لشيء، بس يخاف من عندنا لانه راح نحصره بخانه اليك وما يقدر يجاوب على تساؤلاتنا فما يجون اصلا. بس مناشدتك وموضوعك كله ان شاء الله نحكي بيه ونطلعه، بس تدزلنا الفيديوهات والكتب وتتدلل تؤمر امر خادمك. استاذ رقم نفسد لك اياهم بالواتساب، دز ليها بالواتساب بس على نافذه انت ترى مو مال برنامج او حتى للبرنامج مو مشكله. اوكي 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 ماشي ماشي حبيبي شكرا شكرا لك اخ حسام. ابو احمد من ميسان حياك الله. السلام عليكم استاذنا العزيز الله يعزك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ انا بختصر لي الرصيد ما عندي، انا اعاني من العلاج زين. من العلاج زين اروح له من العماره، عندي طفل عمره 12 سنه انا سبق وانا شذيتهم زين علي. يعني علاج ماكو له حالته ساعه الطفل كلش. شنو يحتاج الطفل او شنو مرض الطفل؟ انقطع الاتصال يا ابو احمد، اتصور اتذكر ابو احمد اتصل بالبرنامج ناشد حول توفر العلاج ومطالبة بالعلاج، بس هاي واحدة من مشاكل العراق الكبيرة، وتعرفون قضية التعليم لازم موجودة بالحلقة والمستشفيات، والملف الثاني اللي راح نحكي به بعد شوية المستشفيات. عطوان من بغداد حياك الله. السلام عليكم استاذ رفع. شو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عطوان من بغداد حياك الله. الله يحييك ويسلمك ويحيي الإذاعة مالتكم. الله يسلمك الله يسلمك. أنا الله مع القانون. نعم. الله سبحانه وتعالى ويق قانون. نعم. أنا ما سويتها عشائر وما سويت بالقانون هاي مالتي مال تصوير ضربني بالصينية على راسي طلعتوه. نعم. طلعتوها ورحم الله أمكم وأبوكم على الإذاعة الشريفة. الله يسلمك. الله يسلمك ويحفظك والله بيروتك وش الاذاعه مالتكم. الله يسلمك اخوي. نعم. هاي صار لها 45 يوم شهر ونص قضيه مالتي. نعم. للمراكز وللمحاكم ورحت للدائره مالته حفظ القانون، حفظ القانون بالعلاوي رحت لهم ماكو رابط ما التقيت فيه. نعم. بس اريد مناشده مؤسسه انت اخوي عزيز علي والله اشوفك يوميا واقول الله يرحم امه وابوه. الله يسلمك الله يسلمك. وانت يعني شلون نقول قائد هاي لبسك على بختك الحلو الله يسلمك اخوي الله يسلمك مرتب
الله يحفظك وابوك، وانت من 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 العظميه، والنعم منك ومن العظميه ان شاء الله. سمعوني هالسالفه العظميه على الراس، والله يحفظك، وانت ابن خير يعني مو لا شكر على واجب عمي عطوان، لا شكر على واجب، هذا واجبنا، هذا واجبنا اتجاهك واتجاه ابناء بلدنا ومشاكل بلدنا. العفو. اريد تشدي صوتي، القائد ماله هو هذا حفظ القانون، تمام. فاضل قائد، فاضل اسمه قائد فاضل، يطلع بها وين يوجهها؟ الوزير الداخليه، تمام. من وزير الداخليه وين تروح؟ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أنا أشدهم وأنا مثل وعمري 60 سنة وتعبت. تمام، تؤمر أمر، تؤمر أمر، تؤمر أمر، ومراكز و... ألو تؤمر أمر، تؤمر أمر، تدلل تدلل أمر. إنه بس سووا علي القبر فوق ضرتي، القبر علي هسه بالمركز خلال 6 أيام أحضر. تمام ما تمام. ومن مشتكي عليه؟ إيه أخو زوجته، أخو. تمام تمام، تدلل تأمر أمر. شكرا جزيلا لك عمي عطوان. القاء قبض أخت، يعني أخت زوجته اللي هو عنده فيديوهات وعنده كتب وعنده أمر قضائي، ما صدرت أمر قضاء القاء قبض للشخص اللي اعتدى عليه وراح، لأنه هو منتسب يم قوات حفظ القانون، بجرد قلم صدر القاء قبض على شخص عمره فوق 60. أين أنا ما ناشد قوات حفظ النظام اللي يقودهم فاضل، أنا ناشد وزير الداخلية، روح ضب جماعتك وعيب اللي دي يسووه المواطنين، لأنه مو بس هاي الحالة اعتداء المنتسبين والضباط على المواطنين، أكو هواية وطلعنا هواية من عندهم. نروح إلى قضية المستشفيات والصحة بالعراق. تعرضت المستشفيات الحكومية إلى مشكلات كبيرة وراء الاحتلال الأمريكي، تمثلت نهب معداتها، تدخل الأحزاب والجماعات المسلحة باختيار الكادر الإداري اللي يشتغل بيها، الإشراف على تعيين عمال الخدمة اللي موجودين بالمستشفيات وفق محاصصة حزبية طائفية اللي خلاها تصير بها فوضى إدارية، وتراجع كبير بالخدمات اللي تقدمها لأنه مستخدم في مستشفى تدعم كتلة ميليشياوية أدها حظوة بالحكم يتحكم برئيس المستشفى. على الرغم من تخصيص أموال طائلة بالأعوام اللي فاتت لتحسين الخدمات المقدمة بالمستشفيات الحكومية، لكن ما صار شيء، ولا أكو تطور ولا أي شيء من ناحية الخدمات أو العلاج أو المباني. الفساد والأهمال هم السبب الرئيس بعدم إنجاز عدد من المستشفيات الحكومية الجديدة اللي بدأوا الشغل بها بأغلبها بالعاصمة بغداد من سنة 2008، وما أنجزت لحد هاي اللحظة ولا وحدة حتى تخفف الزخم الكبير اللي موجود في المستشفيات الأخرى والمؤسسات الصحية. هذا اللي أدى إلى تراجع خطير بتقديم الخدمات للشرائح المتوسطة والفقيرة، ومستشفى الفضيلية واحدة من هاي المستشفيات. خلونا نشوف. مستشفى الفضيلية من 2014 اشتغلون بيها، وهي هاي ثاني أكبر مستشفى بالفضيلية. أغرب مستشفى علينا احنا كندي القادسية، لحد الآن راح نطب 24 ومكملينها. من ال 14 لليوم مكملانة، الله يعلم ايش وقت تكمل. ونطلع من بغداد نروح الى نينوى بالموصل، هاي المحافظة اللي بيها تهديد حقيقي للقطاع الصحي اللي بيها بسبب تبعات حريق فاجعة الحمدانية، والكل يعرف اللي صار بيها. هذا اللي ادى الحكومة انه تزيل كل المنشآت اللي ما بيها شروط السلامة، وهذا اللي ادى وانسحب على تهديم المستشفيات الكرفانية اللي تعتبر العمود الفقري لقطاع الصحة بالمحافظة بسبب عدم اعادة ترميم مستشفيات المحافظة من انتهاء العمليات العسكرية لحد هاي اللحظة. اعمار المستشفيات اللي دمرت اثناء الحرب تعتمد نينوى اليوم اللي يزيد سكانها عن 4.5 مليون نسمة على ما يعرف بالمستشفيات الكرفانية اللي سدوها حاليا، واللي تتألف من غرف جاهزة، يعتبر الدفاع المدني العراقي انه هاي الغرف مو آمنة. ورا انتهاء حرب الموصل بصيف 2017 وتدمير معظم البنى التحتية بالموصل اللي وصلت تقريبا 80 الى 90%، السلطات الحكومية لجأت لهاي المستشفيات الى حين الانتهاء من اعمار المرافق الصحية الأساسية، لكن سوء التخطيط والفساد والمحسوبية
وقلة المخصصات المالية وتفشي الفساد على حساب ملف الإعمار أدى دون إنجاز هذا الشيء، لحتى تبقى المستشفيات خارج الخدمة مثل اللي صار بمستشفى ابن سينا اللي راح نسمعكم بعض الشهادات من المواطنين حول هذا المستشفى. مستشفى ابن سينا جاء رئيس الوزراء وخلى حجر الأساس، ولحد الآن ماكو أي وسيلة إيجابية، يعني لا بلشوا بيها ولا اشتغلوا بيها. بالنسبة للمستشفيات أي وسائل خدمية ما بيها، يعني كل المستشفيات تجي عليها لا بلاستر بيها، لا سيلان بيها، لا كانونات، شيء ضئيل بيها. يعني علاج يجي حتى الملكسور اللي يضم تكسر يجي يشتري من الصيدلاني، يعني المواطن حل تعبان، يعني أي وسائل خدمية ماكو، يعني تجي بس ماسكين الأرصفة والشوارع. يا أخي تجوا عندك المستشفيات، مستشفيات وسيلة خدمية للمواطن. هسه بعض المستشفيات سمعنا اليوم أنه كلها عزلت، أشنو والله ما بيها ما الدفاع المدني والبقايا للمواطن. طيب المواطن وين ينطي وجهه إذا المستشفيات نصها معزلة، وين يروح؟ والله مستشفى ابن سينا اليوم احنا صار لنا قرابة 7 سنين من تحررنا. أنا من الناس أجيب المريض، أنا اليوم صار لي 6 أيام أجي على المستشفى ما متوفر أي شيء. عندنا مستشفى الجمهوري اليوم كله عبارة عن سندويش بنر وما بي يعني شغلات كونكريت أو فشي. وإحنا تعال نشوف الحوادث اللي عاد تصير من بسبب هذه المباني اللي ما بيها كونكريت، الحروق وكذا وغيرها. هاي فقرة، فقرة هاي البنية التحتية إنه ما موفر. هاي فقرة. فقرة الثانية الدعم الصحي عندنا صفر. يعني أنا إذا مريض يحتاج من جوا علاجات هذه كل جهاز أعطاء أنا لازم أروح أجيبه من برا. السرنجة أنا لازم أروح أجيبه من برا. بس واحد يبرد قلبي ويفهمني وزير الصحة ولجنة المشتريات بالوزارة والمدراء العامين ومدراء المستشفيات شنو عوزتهم بالبلد إذا سرنجة ماكو وشاش ماكو وباندج ماكو وبلاستر ماكو وكانولة اللي هن ذني أبسط شيء. إذا باراسيتول ماكو للعلم بالنسبة للأدوية كان عندنا معمل اسمه معمل سامراء للأدوية وكان يصدر من الإنتاج مالته إلى دول الجوار. شغلوه تلقون أدوية. نور عثمان علقت على الموضوع، الموصل تحتاج أقل شيء 10 مستشفيات كبيرة لأن عدد السكان كبير والمستشفيات الموجودة لا تلبي الغرض. الحمدان يقول الموصل بحاجة إلى مستشفيات وأجهزة طبية حديثة إضافة إلى شحات غير معقولة في الأدوية والعلاجات، وهذه الاحتياجات منذ سنين طويلة بالرغم من المعاناة والمطالبات الكثيرة من قبل المرضى ولكن دون جدوى. سعد أبو فاطمة يقول دائرة صحة نينوى بحاجة ماسة إلى إدارة تهتم بواقع المحافظ الصحي من توفير أدوية ومستشفيات مؤهلة بكادر يهم بعمله بصورة صحيحة وليس في خدمة المستشفيات الأهلية فقط والعيادات الخاصة، مع كل احترامي للجميع. أما أياد أبو مريم يقول وضع صحي مخزي ومزري، الكل مشترك في الوضع ولا نستثني أحد في حكومة ونواب الموصل. هاي كانت تعليقات الناس على هاي القضية. وعندي محمد من أربيل، حياك الله يا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شو صحتك؟ هلا بيك. استاذ أنا عندي شغلة إنسانية، يعني مو شغلة سريعة. تفضل. أنتوا عندكم أعتقد قسم مال مساعدة المهجرين أو ما شابه نادرين. هذا حقهم. أكو عائلة. أكو عائلة هنا تعبانة، وضعيتها حيل تعبانة ومرضى. زين. إيه ف يعني قاعدين إيجار، حتى الإيجار ما عندهم يدفعوه. نعم. إيه ف كلفوني إني أشوف لهم ناس تساعدهم كذا. نعم. إيه فاتصلت عليك. تمام. خلي بياناتك عند الإدارة عند الكنترول وتأمر أمر إن شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. من النون استاذ. حبيبي هلا بك محمد. أوساط شعبية حذرت من تصاعد مستويات التلوث بنهر الفرات أو ما ينتج عنه من مخاطر صحية وبيئية على المواطنين بظل أزمة جفاف واسعة يعاني من أدها العراق. أبناء مدينة الرمادي يعانون من إهمال السلطات الحكومية لعدم ممارسة دورها الصحيح في إيجاد حلول لأزمة تلوث حوض نهر الفرات اللي صار مكان لرعاية مزارع الأسماك الخاصة بالمتنفذين، ومبادرة السلطات الحكومية لإزالة هاي المزارع المتجاوزة مثل ما راح يناجدون هسه أهالي مدينة الرمادي. خلونا نسمع.
أهالي منطقة زنقورة مناشدة إلى الدكتور خضير خلف شلال مدير دائرة صحة الأنبار المحترم والدكتور وسام زبن معاون مدير صحة الأنبار المحترم، لناشدكم بالتدخل السريع برفع أقفاص الأسماك التي لا تبعد عن مجمع ماء زنقورة 400 متر بما تسببه هذه الأقفاص من الأعلاف ومخلفات الأسماك الميتة التي تتجمع عند حوض المجمع مما تسبب كثير الأمراض السرطانية والفشل الكلوي. نناشدكم بشرف المسؤولية وشرف مهنتكم الصحية وأنتم أهلا لها إن شاء الله أن تتدخلوا مباشرة لهذا الأمر، ولدينا شكوى موجودة في الرقابة الصحية لدى دائرتكم، ولكم منا جزيل الشكر والتقدير. بعيدا عن الموضوع قاعد الحج دا يحكي، أنا صرت أضحك. تذكرون بحلقة البارحة طلعنا لكم رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي الآمرلي اللي غلط بالخطاب مالته، حتى بالقرآن غلط. شوف المواطن البسيط شلون يحكي، وشوف رؤساء الكتل النيابية اللي يدعون بشهادات، وكل ما حاط للدق قدام اسمه ويقول أنا دكتور وماجستير وغيرها وجوي بالديمقراطية شلون يحكون. هذا الحال بالرمادي، حوض أسماك قريب من المناطق أو من المناطق السكنية أو المجمعات السكنية، شلون صارت ما حد يدري. نبقى بالرمادي، تنتشر الأمراض المنقولة عن طريق المياه على نطاق واسع بسبب شرب المياه الملوثة في مدينة الرمادي، على الرغم من وجود وزارة للبيئة بالعراق، بس مثل الماكو، لأنه يبدو أنه هي غير قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة لإنقاذ الفرات من التلوث. هم يعني اللجان الحكومية اللي تم تشكيلها لحماية النهر مكتفية بس بإعادة تقدير خطورة الموقف وتقديم توصيات، ولكن لحد الآن ماكو أي حل جذري على أرض الواقع. هنا راح تسمعون جانب آخر من مناشدات سكان الرمادي حول الحال اللي وصلوا له واللي وصل له النهر، والأخطار اللي تترتب على حياة الناس نتيجة الماء الملوث هناك. خلونا نسمع. يومية ثلاثة أربعة يومية الفرد، يعني أحد ما حصل علينا أهل الزنقورة مجمع رقم ثلاثة، وناشدنا الحكومات الموجودة، ناشدنا مدير دائرة الموارد المائية ولا مستجاب لنا أي شيء، ولا مناشدنا البيئة ولا جاب لنا أي شيء ولا أي استفسار، وناشدنا وزير الصحة وكمان نفس الشيء، وناشدنا القيم مقام إبراهيم العوسج ولا جابوا لنا أي استجابة. فإذا ما سويتوا لنا حل يا سيد المحافظ، الناشدك أحلى أخوانك وأهلك، الناشدك باسم زنقورة، أن توجه لنا جماعة يشلون الأقفاص مال السمج، دمرتنا المي ما عاد أحد. والله شوف هذا واحد من الفلاتر، بين يوم الشدة تلقاه هيك، يعني الله يقبل السماوات، والله ما الله يقبل. فنناشد السيد المحافظ يتدخل بهاي الشغلة، وإذا ما تدخل وسوانا حل فإحنا نأخذ إجراءات نعرف جماعة المنطقة إيش راح تسوي. فلتر المي بين يوم ويوم يبدلوه؟ وين القائد الزعيم الأوحد اللي قاموا يغنوا له واللي يطلع بالمحافل فرحان قاعد يا منوار عاصم وأتقدم ورئيس البرلمان؟ ماي محافظتك حبيب قلبي. أكو ناس اتصلت ببرنامج صوتكم وقالوا إحنا متوسمين خير، بس راح أقولكم شغلة واحدة، الما بي خير الهلة ما بي خير النفسه، واللي ما بي خير النفسه ما بي خير الأهلة. هذا حال الرمادي ومحافظة الأنبار اللي هو مغمض ودا يمشي، فش تتوقعون راح يقدم الباقي المحافظات العراقية؟ ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يانا من أبو محمد الدليمي يقول أكيد هذا شخص متنفذ، الله يكون في عونكم، أرجو أن يصل صوتكم. أحمد الأنباري أحسنتم بارك الله فيكم، هاي حياة الناس، لازم يصير حل لهذه المشكلة والتلوث. مزهر الجابري يقول ماكو واحد يتجاوز إذا ما مرتبها ويا الحكومة، وإذا ماكو ترتيب خلي يجون يرفعون هاي التجاوزات، يعني إذا مرتبها يبقى التجاوز. وفاطمة الحسيني تقول الله يساعدكم ويسخر الحكومة لتعجيل في التلبي للنداء
إن شاء الله عشنا هذا الموقف قبل، وكان هاي تعليقات الناس حول هاي القضية. ومن الناصرية أبو عمر، حياك الله يا أبو عمر. السلام عليكم أستاذ فهد. عليكم السلام ورحمة الله. صحة والله 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 قناة الرافدين على راسي هي وكادرها. الله يسلمك. طيبة وطنية هاي. الله يسلمك. والله وطنية، والله وطنية، وتدافع يعني عن الشعب العراقي وتطلع همومه وتطلع الفاسدين وكل شيء سوت. والله شريفة، الله شاهد، والله بالله الكريم شريفة. نعم. طبعا اسمعني استاذ فهد. اسمعك. اما الموصل دمرتوها. نعم. دمرتها ميليشيات ايران. نعم. والرمادي هم دمرتها ميليشيات ايران. نعم. زين ولا بس انا عتبي على حبوس هذا الطفل. خلي يسمعني. نعم. لان انت طفل غرتك الفلوس وحطيت ايدك بيد دولة الميليشيات الايرانية. لان انت رجل مو منهم. انت ليش تخلي ايدك بيد دولة النفسيين؟ قال له لا. لان هاي احنا سالة ما شاء الله، انا بالناصرية، رجل بالناصرية. بس انا دافع عن شعبي. لان انا عراقي. لان انا دافع عن عراقيتي. قال له لا. ما يهمني. من الموصل، من الرمادي، يزيدي، كلها على راسي. ما طول على الراس، ما طول يحمل الجيش العراقي حط على راسي. نعم. زين ولا زين انت تحطينك بالدولة الخياس السرية السفنة الميليشيات. اولا ايران سوت العراق. زين هم نعطيك اياه. اسمعني الا عندك ضمير محمد ابو عمر. ابو عمر بس لحظة، بس لحظة لحظة ابو عمر، انت تريد انه ما يخلي ايده بيد ايران؟ لا طبعا. ما هي اجابته؟ تفضل. اقول لك ما هي اجابته. ايران اجابته لرئاسة البرلمان واللي قبله واللي قبله وقالوها. عيب علي. خلي اسمعني. عيب عليك والله. يعني انت ما جاي تحاسب نفسك. نعم. شكرا لك ابو عمر. تئن بغداد من سوء الخدمات، ومو بس بغداد وباقي المحافظات العراقية، وغياب اي آلية للتطوير، والتردي الكبير باوضاع البنية التحتية وانهيارها بسبب غياب مشاريع الصيانة لسنوات، غياب مشاريع التطوير لسنوات، غياب مشاريع التوسعة لسنوات، وغياب الخطط الخمسية والعشرية. وظلت مشكلة الازدحام المروري مستعصية على مدى سنوات. هذا اللي أجزت الحكومات اللي تعاقبت وراء الاحتلال الأمريكي عام 2003 على حلها، وتفاقمت ويا زيادة أعداد المركبات والسيارات. سبق أن أعلن رئيس الوزراء لحكومة الإطار التنسيقي محمد الشيع السوداني عن وضع 19 مشروع لحل المشاكل المرورية بالعاصمة العراقية بغداد. المختصين بوقتها شككوا من إمكانية تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع بظل وجود تقريبا 4 ملايين سيارة بس بالعاصمة بغداد بحدها. بالفعل رصدوا المواطنين مشاهد التلكؤ، ومن بين مشاهد التلكؤ اللي راح تشوفوها هذا المشروع، اللي مشروع التاجي في مدخل العاصمة الشمالي اللي انترك بدون عمل. تعالوا نشوف. بغداد اللي صرفوا عليه مليارات دولارات، صارن حراس باين مدارة، هذا مدخل تاجي باثنين عمال يشتغلون. الله شاهد. اثنين عمال. أنا بس أرد أقولهم فكروا بوجهكم انتم. يعني تفكر انت لما يجيك ضيف، اعتبر نفسك ابو بيت وجايك ضيف، تقومون تنظفون وتشترون وتسوون عزايم واكل وفواكه وحلويات وما ادري شنو، وتحيرون بس حتى تبيض وجهك قدام الضيف اللي طابلك. زين واحد من رؤساء دول الجوار او وزراء او وفد جاي للعراق ويريد يطب الى بغداد، يطب بمدخل هذا شكله شو اشوفه؟ زبالة. أشوف أنقاض
ببلد عمره 6000 سنة، ببلد علم العالم القراءة والكتابة، شو اقول له وشو تقولوا له؟ اذا اجاكم واحد وباوع وقالكم شنو هاي المناظر شو تقولوا له؟ روحوا شوفوا دول الجوار. عمي ما اريدكم تروحون الى دول العالم الاول، روحوا شوفوا دول الجوار وروحوا شوفوا قبل شلون كانت وهسه شلون صارت. انا عشت في احدى دول الجوار 13 سنة، سنة عن سنة تختلف وسنة عن سنة احلى من قبلها، وانتو سنة عن سنة هم تختلف بس سنة عن سنة اسوأ من اللي قبلها. سبق ان كشف تقرير الى مجلة ايكونومست البريطانية انه حركة السير بالعاصمة بغداد هي الاسوأ ضمن عواصم الشرق الاوسط. رحم الله والديكم، مشكورين انضافت لنا نقطة احنا الاسوأ بها، لانه اصحاب المركبات والركاب ساعات يقضوها بالسيارات حتى يوصلون الى وجهتهم النهائية، بظل زيادة مضطردة باعداد السيارات مثل ما قلنا، وتلكؤ وفساد بمشاريع البنية التحتية. المجلة اكدت بتقريرها انه العراقيين اللي علقون بالازدحامات المرورية بين ابخرة وعوادم السيارات وثاني اكسيد الكربون يضيعون ساعات طويلة في شوارع بغداد وشبكة الطرق اللي ما تغيرت من سنوات طويلة على الرغم من الثروات اللي يملكها العراق حسب تقرير المجلة، وعلى الرغم من الإعلان عن العديد من مشاريع تأهيل الطرق في العاصمة بغداد، لكن هاي المشاريع ما أبصرت النور إلى حد هاي اللحظة، وبعدها حبر على ورق هو اللي زاد الطين بلة مثل ما يقول المثل الشعبي. خلونا نشوف اللي وثق هذا المواطن من حي القاهرة حول مشروع تأهيل الطريق والجسر القريب من جامع النداء. خلونا نشوف. هذا المشروع أمانة بغداد طرف المقاول، هاي من جوا الجسر مال جامع النداء تجي على محمد القاسم، هاي عود يسوونا يا فر منها تفتر ترجع على السريع. هذا المشروع صار له 5 أشهر ولحد الآن موقفي ياخذوا الفلوس لأخوهم على حسب الأصول وماكو، وهاي العوض على الله. يحتاج احكي؟ يحتاج اقول المصايب اللي تصير بالبلد؟ انتم لاحظتوا حلقه صوتكم؟ والله العظيم انا ردحت شويه سياسيين، ارجوكم خذوها من عندي، تعبتونا كافي عاد كافي عاد. انا كل حلقه صحه خدمات تعليم فد موضوع وياها عن 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 شغله طافره، يا تلوث يا جفاف يا مشاكل اخرى، بس صحه وتعليم وخدمات ذني لازم موجودات. الله يخليكم اشتغلوهن، اعطونا شيء جديد نشتغله، حتى ما بقى حكي نحكي بهذا الموضوع، ما بقى حكي عن وضع المستشفيات المتردي ما قلنا، وما بقى حكي عن وضع المدارس المتردي والكتب ووزارة التربية والمشاكل اللي تصير بيها وحق الطلاب بالتعليم وحق الأهالي بأن يقعدون ولدهم مدارس محترمة ما حكينا، وما بقى شيء عن المشاريع وتلكؤ المشاريع الخدمية ما حكينا. الله يخليكم كافي. اكو مثل يقول طلع على لساني شعر، وانتم لحد هاي اللحظه كل شيء ماكو، غيروا غيروا شويه، اشتغلوا لنا خدمات ورا اسبوع شهر شهرين ثلاثه، طلعوا لنا بلاتيقه جديده خبر جديد فساد بغير جانب، حتى شويه همنا احنا نغير عالم، همنا ملت، حكت المستشفيات حكت المدارس حكت الخدمات. والملف الرابع هذا اللي ها أنا أتنفس بيه لأنه هذا الوحيد اللي ما يتكرر، أما ذني 24 ساعة ويانا. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وقالت أول شيء من فيسبوك جبار السلطان يقول هي بغداد كلها نفسها مشغولين بالسرقة وبناء مستقبل لهم ولعوائلهم وينحرق العراق ما مهم. علي جهاد يقول بغداد السلام وصف بعيد كل البعد عن الواقع مع الأسف. وأبو معتز الزيداوي وإذا بقينا بعد 20 سنة أخرى ساكتين على الفاسدين ما راح يصير براسنا خير. وعلي العاني يقول دخلي بلطون الشوارع ويسووا لك مدخل بخير، أشو هي بغداد كلها مهجومة. طبعا لأنهم ما حايرين يسوون يوم وطني ويجيبون الفاشينستات ويجيبون الناس اللي ما لها حقيقة أن تكون في هكذا يوم
بينما علماء العراق بالخارج وكوادر التدريسية وكوادر التعليمية من أساتذة جامعين وغيرهم وعلماء بالخارج وما حد مهتم بالبلد ويصرفون مليارات وملايين دولارات على هكذا يوم باحتفال مخزي وخدمات البلد بهذا الحال، حائرين يبنون مولات ويبنون مطاعم وأحواض لزراعة الأسماك تابعة إلى متنفذين وكافتريات تتبع إلى متنفذين ويحولون قصور إلى منتجعات ومطاعم تابعة إلى متنفذين وينهون السياحة وتنتهي الحبانية وتنتهي مدينة السندباد في البصرة وتنتهي الثرثار وتروح كل هذني في خبر إن كان نتيجة أنه المتنفذ يصعد رصيده بالبنك والبلد مهجوم. حائرين بالسيارات والمواكب وولدهم شقد يصرفون برا وشقد الكوميشنات اللي تجيهم من وراء الفساد والمدارس العراقية آيلة للسقوط وأكو مدارس كرفانية وأكو مدارس صينية بال2023. حائرين بأرصدتهم اللي بالبنوك ونسبة تعاطي المخدرات عند الشباب أكثر من النصف حسب ادعاء وزير الداخلية. حائرين بأرصدتهم بالبنوك ونسبة العنف الأسري و التهرب من المدرسة وغيرها 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 من المشاكل كبيرة جدا. حائرين بكل هذني وتجارة الأعضاء البشرية والأطفال مستمرة إلى حد هاي اللحظة، ما يفكرون بذني كلهن. بالمقابل هذا اللي يتجاوز ويلوث نهر ويخلي العالم يصير بها سرطان ويموت بس متنفذ ما حد يحكي وياه، وأكو مواطن 60 انضرب من ضابط تجاوز يصدرون عليه إلقاء قبض هو وهو المعتدى عليه والمعتدي يفتر ببغداد. حذروا خبراء الاقتصاد من غياب التخطيط الحكومي في العراق لمواجهة تحديات الأمن الغذائي بالتزامن ويا استمرار تراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار إضافة عن أزمات الجفاف وتأثيرها على قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، وقالوا أن المشاكل والأزمات لفئات وشرائح مجتمعية كبيرة وكثيرة وصلت إلى حد يعجز فيه البعض عن تأمين قوته اليومي. هذا اللي يعكس فشل وإخفاق واضح وغياب فاضح للدور الحكومي اللي اكتفى بإطلاق الوعود والشعارات الرنانة والاستعراضات الإعلامية غير المجدية. وإجا تحذير الخبراء متزامن ويا إحياء اليوم العالمي للغذاء بالسادس عشر من تشرين أول وسط ارتفاع معدلات الفقر في العراق. خلونا نشوف هذا الانفوغرافيك.
شكرا لقسم التواصل الاجتماعي على هذا الانفوغرافيك. كيان الصهيوني دا يواصل غاراته على قطاع غزة المحاصر بالتزامن ويا تحضيره إلى عملية اجتياح برية للقطاع المحاصر بشكل كامل من 27 أول الجالي، وتعيش العائلات الغزية المحاصرة بالقطاع وضع مأساوي وراء قطع الاحتلال إمدادات الغذاء والمياه والطاقة، إضافة عن قصف المعبر ويا مصر لمنع دخول المساعدات بوقت مبكر من هذه الحرب اللي وصفتها منظمات حقوقية في عداد حرب الإبادة. بوسط الدمار والقتل الممنهج لآلة حرب الصهيونية، تتعالى الأصوات الشعبية العربية لنصرة سكان غزة المحاصرين ورفع الحصار عنهم ومدهم بكل ما يحتاجون من غذاء ومياه ودواء ومستلزمات صحية في ظل حصيلة الضحايا المرتفعة ونقص العلاجات والمستلزمات الطبية. ولهالسبب جبنا لكم مناشير على هاشتاغ إدخال المساعدات لغزة. أحمد السيد: منع دخول المساعدات الإنسانية لغزة جريمة لا تقل عن جريمة قصف البيوت وقتل الأطفال، وستظل محفورة في ذاكرة الأمة، لا تنسى في سجل جرائم المحتلين، ويجب على كل المنظمات والهيئات والقادرة على التأثير في إدخال المساعدات لغزة السعي في ذلك. منال: اللهم ارحم ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومخرجا يا رب. جنين محمد تقول: دمار هائل في غزة لم يره أحد من قبل، حتى نحن لا نستطيع رؤيته عبر وسائل الإعلام بسبب انقطاع الكهرباء والإنترنت عن القطاع. نحن لا نرى إلا 1% من حجم الدمار الذي يحدثه الاحتلال. الوضع في غزة كارثي، أدخلوا المساعدات إلى غزة. إيمان رائد قالت: منع دخول المساعدات الإنسانية لغزة جريمة لا تقل جريمة عن جريمة قصف البيوت وقتل الأطفال، وستظل محفورة في ذاكرة الأمة، لا تنسى في سجل جرائم المحتلين، ويجب على كل المنظمات والهيئات القادرة على التأثير في إدخال المساعدات لغزة السعي في ذلك. وكانت هذا المنشور وغيره على هاشتاغ إدخال المساعدات لغزة على منصة إكس لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما موجود هنا في برنامج صوتكم لهذا المساء. نتمنى أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذنه تعالى باكر بنفس الموعد. في أمان الله.